شايفين منظر الشفق، شايفين منظر الجبال جنب الجبال، وراها كمان جبال. بديش أروح. باختصار شديد، المكان جنة روعة. خلصنا شغل الساعة 5، راح أخذكم معي طشة إشي محترم، منطقة قريبة وبدهاش وقت كتير، راح نروح على منطقة السبيحي بالصلب، خليكم معي. جوك وين؟ بالشراكة مع أردننا جنة بدعم من هيئة تنشيط قطاع السياحة، وبنحب نشكر الرعاة الرسميين معنا شركة بسطاني وصاحب وكلاء نيسان في المملكة على السيارات الجميلة والقوية والجبارة اللي عم بيأمنون لنا إياها بالرحل. اليوم معنا نيسان إكستيرا، وأكيد دجاج الطاحونة أسكى وأنظف وأخف دجاج في المملكة، وبرعاية برجر ميكرز أفخم وأطيب برجر بالأردن كلها. يعطيكم العافية. طبعاً ما بعرف إذا راح يبين المشهد أو المنظر وراكم، جبال فلسطين جبالنا، السماء مش كتير صافية بس أنا مبينة معي. إحنا على نزول باتجاه السبيحي، إحنا بالصلب. طبعاً شو الحلاوة بهاي الرحلة؟ من أول ما طلعنا لهسه لحد ما نوصل لصبيحي مشاهد خرافية، رحلة ممتعة. وصلنا المكان، هينا بصبيحي، المشهد بجنن زي ما انتم شايفين. فيش داعي اني احكي اصلا بصراحه، تحتي امتداد المنطقه، دير علا، سد الكرامه حتى كمان مبين معي، ان شاء الله يبين معاكم، وجبال فلسطين برضو كمان مبينه معي. لاجل الرطوبه الموجوده مش مبينه معانا فلسطين بشكل واضح، بس لو اجينا بوقت ثاني راح تبين معنا الجبال بشكل اوضح. شايفين منظر الشفق، شايفين منظر الجبال جنب الجبال، وراها كمان جبال. بديش أروح. باختصار شديد، المكان جنة روعة. الصاجية استوت والقعدة حلوت والمنظر صار بجنن أكثر بالليل.
لازم تيجوا على صبيحي ولازم تزوروا المنطقة تجربة أكثر من رائعة.